وكثرتي أعمالي وكعدادي أبنائي وحبسني عن نفسي سعد أملي وقد عدلت الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها وقطعني يا سيدي فأسألك بعزتك أن لا يحجب عنك دعائي سوء أملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري فلا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. Very happy to join you have visited this historical Imambara. We have no question, but we just express our gratitude and thanks to you that really you always share your views. And I'm always looking to from what every time you are thinking about the peace of the world, not of the peace of the world, but to get together all the sects of different religions. And one I remember that you have organized a seminar in Delhi for different Shia Sunnis to get together. But that really thanks and from deep of our heart, and we are very happy, very enjoyment. And very thankful to you, and always we remember in our prayers for all you people. Thank you very much. Jiyo Vidya, you shouldn't do this. It's really a wonderful tradition. I thought that a lot of Shashani, you should have done this. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مرضا إلا شفيته ولا مريضة إلا شفيتها وعافيتها. يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا خير الناصرين. یا اللہ یا رب العالمین یا اللہ ہمارے یہاں پر جمع ہونے کو یا اللہ قبول فرما. یا اللہ یہاں پر جمع ہونے کو پوری دنیا کے لیے امن و امان کا ذریعہ بنا. یا اللہ پوری دنیا میں امن و امان قائم فرما. یا اللہ جہاں جہاں پر بھی یہ مہلک بیماری جو ابھی نیچے جانچ کی جا رہی ہے یا اللہ اگر کہیں پر باقی ہو اس کو ختم فرما. یا اللہ پوری دنیا میں امن و امان شانتی قائم فرما. یا اللہ ہمارے یہاں پر جمع ہونے کو قبول فرما. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین برحمتك يا ارحم الراحمین.